محمد صبح الدبش متدخل هجومي طاعنا على الدستور ككل، بناء على ان سبق ان الدائرة الاولى ذات الدائرة اللي بتحفصل النهاردة اصدرت لي حكم بالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 77685 لسنة 67 قاف 29/10/2013، الا ان رئيس الجمهورية وعمرو موسى رفضوا تنفيذ الحكم، وبالتالي كان من المفروض ان يمنع رفع الجودة محمد يوسف داغر من التصويت والتوقيع على مسودة الدستور، الا انه وقع وصوت على الدستور وهذا يبطل الدستور. وعندي سابقة قبل كده في 15/3/90 ان انا حليت مجلس الشعب انا وكمال خالد لخطأ في الاجراءات مثل هذا الخطأ. والنهاردة لما بتكلم مع القاضي قال لي اخر الجلسة، معنى ذلك ان احنا خايفين. هل انا بدي اسأل سؤال، هل نحن في دولة سيادة القانون ام في دولة سيادة الكانون؟ اذا كان القانون رئيس الجمهورية منفذش الحكم واعلى قامة قضائية، فمصر رئيس المحكمة الدستورية العليا ولا نفذش حكم صادر ضده، مطلوب مننا ايه؟ يبقى احنا في دولة سيادة الكانون ولسنا في دولة سيادة القانون. ونحن من هنا بنطالب بأن هذا الدستور باطل جملة وتفصيلا للأسباب، لخطأ في الإجراءات، لأن لا يجوز واحد يمنع من التصويت ويصوت ويوقع على مسودة الدستور. هذا هو الهبل اللي احنا عايشين فيه في مصر النهاردة. ويقولوا لي ايه؟ عايزين خريطة الطريق تمشي. هو انا اللي هوقف خريطة الطريق؟ يا محمد يا دبش عايزين الخريطة تمشي، انت عايز الاخوان؟ قلت الطابور الثاني والثالث والرابع والخامس هو اللي بيخدم على الاخوان، هو اللي مشجع الاخوان على انهم يشتغلوا على كده، لانهم عايزين اخر الجلسة. على الدستور ككل، لان خطأ في الاجراءات، خطأ في الاجراءات، صدر حكم بوقف بمنع دخول عضو من اللجنة ودخل اللجنة واللجنة رفضت ورئيس الجمهورية رفض ينفذ الحكم القضائي، يبقى بالتالي دخول وتصويت وتوقيعه يبطل الدستور من الناحية الإجرائية. يعني حضرتك بتتوقع تسييس القضية؟ أعتقد ذلك، واللي ما يعتقدش انها تسيس القضية يبقى ما بيعرفش حاجة في مصر. ليه يا فندم؟ لأن احنا النهاردة ما تغيرناش من الأزمنة السابقة نهائيا. هو الزمن اللي فات زي اللي قبل منه زي اللي قبل منه، وهنعيش على هذا المنوال، لان حزب اللخبيط عمل له قايمة ومن كان له مصلحة دخل فيها، سرق وبيسرق وهيسرق في الناس، والناس نايمة اصل حميها حرميها، ناس بتحافظ على الكرسي واحنا غلابة بكرسي المعسل مش لاقيين نقضيها. شكرا.